الشارع هنا كل واحد فيه قصة، وكل واحد فيه رواية، وكل رواية جواها رواية. السلام عليكم. المكان اللي انا بكلمكم منه النهارده مكان عدى عليه 700 سنه تقريبا، كل طوبه هنا ليها حكايه. تعالوا بينا احكي لكم حكايه شارع سوق السلاح، يلا بينا. حبيبي يا دودة، دي يعتبر ظهر اول مستشفى امراض عقليه، كون مخلوم الدنيا كلها. اقف كده واقرا الفاتحه هتلاقي نفسك انه ملك ربنا. رحمه على الفاتحه. البدايه وانت داخل شارع سوق السلاح هتشوف المنظر ده. اتبنى الشارع على ايد امير من المماليك البحريه اسمه عز الدين بهادر، وكان اسمه وقتها بسويقه العز. بعد شويه سنين كتير ابتدى يكون مركز تجاري وجذب لتجار الاسلحه، واداه لكل موقع المتميز. خليني اقول لك ان ورايا على طول ميدان قلعه صلاح الدين وجامع السلطان حسن وجامع الرفاعي اللي ابتدينا منهم الرحله بتاعتنا والجوله. اخر الشارع ده بيعتبر موجود جامع الازهر والحسين وخان الخليل. اول حاجه جامع السادس، يلا بينا. بداية الشارع عندك جامع ومدرسة الجاي يوسفي أو السايس، وده أحد أروع المساجد اللي ممكن تشوفها على الإطلاق. الجزء الغربي منه اللي هو فيه القبة والمأذنة والسبيل والمدخل. بالنسبة للمدخل فده مكسب الرخام وعليه رنك المنشأ، ويعلو الباب لوح رخامي عليه اسم المنشأ وتاريخ إنشائه. وريك منظر عمرك ما هتنساه وأنت خارج من الممر، في 5 ثواني لازم تسرح فيهم عشان تتفرج على المنظر ده. صباح الفل يا حبيبي. احلى مسا. هو كان اسم سوق السلاح كان بيعمل سلاح، كان وبعدين كان كل المحلات دي بتعمل سلاح، طبنجات وبنادق بس الناس دي خلاص بقى بعد عليه. بس الورش السلاح في ريحك. شارع سوق السلاح ايام محمد علي كان بيعمل 4 مدافع في الشهر و100 بندقيه، ده غير بقى السيوف والحرب والبلط. هتيجي في البوابه اللي في اول الشارع من فوق تلاقي بوابه مرسوم عليها سيفين. مرسوم عليها ايه؟ سيفين. انتسابا للايه؟ لتصنيع السلاح. الستينات كان في ناس بتصلح هنا، كان في ناس هنا ورث بتصلح ومعاها تراخيص. كل ده انكرت خلاص. انت كل حته هنا في الشارع تقريبا مش هتبطل ان انت تصورها، لان انت من اول الشارع لاخر الشارع انت عندك اثار مملوكيه او ترجع للدولة العثمانية موجودة في كل مكان. التمشية هنا هي كفيلة انها تنقلك لعالم زي اساسن كريد كده، انت حاسس نفسك ان انت رجعت بالزمن حرفيا 700 سنة. كل حاجة هنا او كل التفاصيل اللي موجودة حوالينا ليها دلالة او ليها تاريخ او ليها قصة او ليها حكاية. هو شارع سوق السلاح كله اثار؟ اكتريته عشان دي اصلا الدرب الاحمر، والدرب الاحمر والجمالية دول يعتبر من الاماكن الفاطمية اللي بتحس فيها بجد بالروح الجميلة. ان كان بقى عيد، رمضان، اي حاجه حلوه بتشوفها هنا، جدعانه، رجوله، ولا بلد، الدرب الاحمر. اكتريه الاماكن هنا هتلاقيها اثريه، سبيل، مقام، مسجد، اي حاجه هتلاقيها قديمه. طب ايه الحاجات بقى اللي انت بتحبها في الشارع ده الاثريه؟ بصراحه هو يعني في السلطان حسن الرفاعي، في الجامع الازرق، في مسجد المرداني، في السبيل بتاع طفله دودو انت طبعا عارفه، في الديمارستاني يعتبر من اول مستشفى امراض عقليه. الشارع هنا كل واحد فيه قصه، وكل واحد فيه روايه، وكل روايه جواها روايه. بص يا باشا، ده كده بيت ملكه مصر شجره الدر. مشروع اغا خان خد المكان دون اللي هو خد حديقه الازهر. خده بقى يعمل ايه؟ خده عمل يجدد بيه البيوت اللي حوالينا كلها، كل البيوت اللي حوالينا. هات كده البيوت دي كده، كل البيوت دي بيوت قديمه. مشروع اغا خان بياخدها عشان هي تبع هيئه الاثار، بيقوم مجددها بالمنظر دون. كل البيوت اللي متجدده في درب شغلنا هتلاقيها تبع مشروع اغا خان، بس عشان المكان مقفول. المكان ده بقى من جوه عايز اقول لك ان هو واخد الشارع كله بتاع درب شغلان من ورا كده. ده ايه ده يا باشا؟ متحف مصطفى كامل. ده اننا قدام ملحمه تاريخيه عظيمه ما تقلش ابدا عن اي اثر مصري، بتوضح لينا ان مصر على مر العصور فيها نبت الخير، ربنا رازق الارض دي بجنود تحميها وتطورها وتحارب الفقر والجهل اللي فيها.
واحلى حاجه في البلد دي هي ناسها، واكتر حاجه انبسطت فيها هي الناس اللي انا قابلتهم النهارده وتعاملت معاهم وعشرتهم. حقيقي مصر بخير وناسها بخير، ربنا يحفظ مصر ويحفظنا ويحفظ كل الناس. تابعوني في الفيديوهات اللي جايه وقولوا لنا عايزين الفيديو الجاي يبقى منين. شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين.